على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر. الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1882 نفل الاحتلال البريطاني المناضل المصري أحمد عرابي إلى سريلانكا جنوب الهند. وفي هذا اليوم من عام 1912 كان الظهور الأول للترام الذي هو قطار صغير يعمل ضمن المدينة في سان فرانسيسكو الأمريكية. وفي هذا اليوم من عام 1968 اعتدت قوة كوموندو صهيونية على مطار بيروت الدولي ودمرت أسطولا مكونا من 13 طائرة مدنية تابعة لمختلف شركات النقل اللبنانية العاملة آنذاك. وفي هذا اليوم من عام 1999 انتخب الرئيس التركمانستاني صابر مراد نيازوف رئيسا لبلاده مدى الحياة في حادثة قل لها النظير في التاريخ المعاصر. وفي هذا اليوم من عام 2013 خففت الحكومة الصينية من وطأة قانون سياسة الطفل الواحد وسمحت بإنجاب طفل ثان بشروط حددتها.